الذين يحتاجون في أي وقت يلاقون موجودين. ما نقولش الأمي أني تعبت، والله عندي مشاغل، والله عندي دوام، والله عندي تجارة، والله نقول الأبوية كذلك هذا الكلام. بل لما تكون في الصلاة النافلة تقطعها وتستجيب للوالدين الكريمين، أسأل الله عز وجل إن كانوا أحياء أن يبارك فيهم، وإن كانوا أموات أسأل الله عز وجل أن يرفعهم درجات وينور قبورهم يا رب العالمين. فتستثمر في هذا الوقت، تستثمر في هذه العبادة، في هذه الصحبة لوالديك.